احتضن قصر المعارض الصنوبر البحري معرض الجزائر الدولي في طبعته 53 تحت شعار من أجل شراكة استراتيجية. شهد المعرض مشاركة أزيد من 700 مؤسسة من بينها 187 شركة أجنبية. نحن شركة جروفر، شركة مختصة في النفخات المائية، منها نفخات منزلية، نفخات فلاحية، نفخات صناعية. هذه رابع مشاركة بالنسبة للجزائر العاصمة، وشاركنا في قسمتين، وشاركنا في عمان، وشاركنا عدة مشاركات في الجزائر. ما هو الهدف تاعك من مشاركة هذا المعرض؟ الهدف هو أني أول نوري الزائر المنتوج، كاين نفخات وأنا قمت بصنعها هنا في الجزائر. قمنا بعمل يعني ترتيب منتوج محلي، ورانا نقوم باش نطوروا عدة نفخات لاختصاص فلاحة. تميزت هذه الطبعة باستضافة الولايات المتحدة الأمريكية بصفتها ضيفة شرف، وشكلت هذه الطبعة فرصة لإبرام الاتفاقيات بين المستثمرين الجزائريين والأجانب.